السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات دروس الإي كوميرس. النهاردة إن شاء الله هنطبق فكرة السايت سيزنز وإعادة الموقع، فيلا بينا نبدأ سريع. أول حاجة هنبدأ بيها هنبدأ نعمل الموديل بتاع إعدادات الموقع والميجريشن بتاعه. هنكتب أمر بي اتش بي ارتيزن ميك موديل، نسمي الموديل سايت، نسميه ثينك و نقول له داش ان عشان يكريت لنا الميجريشن. فعلا تعال نشوف، نخش على فولدر البروجكت بتاعنا داتابيز ميجريشن، كريت لنا بالفعل الميجريشن بتاعنا. الفيلد اللي هنحتاجها هنحتاج فيلد من نوع string، اسمه name عشان اسم الفيلد، التايتل الفيلدات اللي هنحتاجها تاني value قيمة، ولكن دي هتكون تكست المرة دي، لأن أنا ممكن يدخل لي قيمة أكتر من ما متوقع تكست. تاني نوع طيب ده يبقى string، و محتاج برضو فيلد جديد من نوع تكست اسمه اوبشن، عشان لو عندي select box او drop down list. ممكن نعمل sorting number بحيث ان انا اسورت بناء عليها، بس هو انا لو احتجت اي فلدات تانية هبقى اضيفها، بس دي الفلدات الرئيسية اللي انا محتاجها. هسيب واروح اعمل بي اتش بي ارتزن اجريت، هلاقي فعلا كريت لي سيتنجز جواها الفلدات اللي انا عايزها. اروح اعرف الموديل على الفلدات اللي انا ضفتها، اقول له ان انا ضفت الفلدات دي، اروح للموديل protected table protected جميل جميل جدا. في حاجة مهمة جدا نقدر نعملها، إن أنا هفلتر الأوبشن، لأن أكيد مش كل أوبشن هيبقى فيها value، لأن ممكن ما يكونش النوع بتاعها select، فبالتالي أنا لازم أعملها nullable، لازم أعملها nullable. تمام، قول ان دي نار. طيب جميل جدا جدا جدا. كمان عايز اعمل فلتر للاوبشن بحيث ان انا لما يكون الاوبشن مش نل ارجع له array اقدر استخدمها بعد كده في السيلكت بوكس. ازاي الكلام ده؟ عن طريق جيت. هنعمل فانكشن جديده اسمها جيت اوبشن attribute
دي هتتشيك، هتقول ان اول هنعرف فاريبل اري فاضي، وهتتشيك اذا كان اوبشن مش نل، هيعمل فيه عملية وهي هيعمل الاري ده اكسبلود ليه، و طبعا السترينج هيكون this attribute. وفي الآخر خالص هريتيرن الأري، بحيث إن في كل الحالات أنا ضامن إن الأري ده، إن الأوبشن ده هيرجع لي أري. كمان أنا عايز أعمل بروسيسنج في التايتل، بحيث إن أنا لما أستدعي التايتل يجي لي التايتل ده من الترانس. إزاي الكلام ده؟ عن طريق attribute تاني أو عن طريق get تاني، هنعمل function اسمها get title attribute، هت return trans. trans دي function طبعا موجودة في Laravel. هنعمل فايل اسمه admin نكريته، وهنستدعي الكلمة اللي احنا حاطينها في جميل جدا جدا جدا. انا لحد دلوقتي انا كده ماشي مظبوط وصح. هروح اكريت الفايل اللي اسمه admin في ملفات اللغة resources، اقفل views lang، و اكريت هنا الانجليش، اكريت ملف اسمه admin php، الملف ده هيريتيرن array فيها home. كنترول و خليها ادمن البنات، تمام. دلوقتي انا كل حاجة مهيئة ان انا اعمل السايت سيتنجز، اخش اعمل كنترول بقى واكريت لها الفيو.